السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخواني الأعزاء، اليوم جيتكم بهذا المقطع، طبعا مقطع رائع للمبتدئين الحدادين، لازم كل مبتدئ راح يعرف هذا. طبعا هاي شركة إنكو، شركة صينية. أنا هذا الكتر ما أنصحكم به، لأن اشتريت أسبوع وانكسر عندي تفلش. بالنسبة للماطور، ماطور كلش قوي، بس متانة الحديد مو هالقد، مو زينة. أخوان الأعزاء، هاي الخطوة راح تسوي لكم إياها، وهي خطوة زاوية 45. زاوية 45 طبعا هذا كسع، تعال افتح البرغة وسده، افتح البرغة وسده، راح تتعب وراح يتعبك وما تجي الزاوية مضبوطة ويأخرك على شغلك. هاي زاوية 45، هاي هذا الرقم 45، هذا 45، لازم تعال افتح النت وسده، راح تتعب. انا راح هاي الخطوة راح الغي لك اياها. اعزائي المشاهدين، شوفون هذا الخط، هذا الخط تخطه بالقونية، بس ان شاء الله راح اجيب لكم القونية. عندي اثنين نوعين، هاي قونية مثلثة، بس هذيك الافضل. هاي القونية الثانية ان شاء الله راح اجيب لكم. خلي القرص عليها ان شاء الله وتحطها هاي الطريقة، وزنها وزن. هسه تنزل القرص وتضبطها وتخطها شوي شوي، جاي مضبوط. أعزائي المشاهدين، شوفونها، لاحظوا شلون جاي وياها نسق واحد. هسه تخطى من الجهة اليسارية، خطة من الجهة اليسار، لاحظ أعزائي المشاهدين من الجهة اليسار وتخطى. طبعا انا سويته ولحمته، لكن بالتاكيد حتى تشوفون اعزائي المشاهدين، تلحمها من هاي الجهه، تلحمها من هاي الجهه على مود تنضبط، لا تندفع عنده. وهذا الخط الشبيه، انا جربت هذا قصيته، جربته هسه راح نشوف الطريقة صحيحة او غلط. طبعا زاوية مضبوطة 100%، هسه راح اطبقها لكم ان شاء الله. شوفونا اعزائي المشاهدين، لاحظ الزاوية مضبوطة 100%، لا بها زيادة ولا نقص، بالمليم. طبعا هذا بلاستيك، بس حبيت اجرب بيه. هاي الزاوية قدامكم مضبوطة بالمليم. هاي طبعا ما يعرف، هاي القونية سعرها 5000 دينار ألمنيوم، 5000 دينار بالعراقي ألمنيوم، مضبوطة 100%. وعندي إن شاء الله طريقة ثانية ورا هذا الفيديو إن شاء الله، هم راح أعطيكم الطريقة الثانية اللي هي أفضل من هذه الطريقة.
هذا الجونية الثانية المثلث شوفونه مضبوط لو بس نحكي شيء شوف مضبوط بالملي مضبوط بالملي واي استفسار عندكم انا خادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.